الكفة ما غير متساوية. أنا أيضا أشارك في المظاهرات، أبو الشرطة وجهاز الأمن والميليشيات من الدعم السريع يقومون بضرب المتظاهرين. بتبدأ في البداية بالبنبان المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ثم يمتد إلى إطلاق الرصاص الحي على الصفوف الأولى من المتظاهرين. فللأسف تظاهرات سلمية خالص، يعني لا يستطيع العسكر أو نسميها السلطة الانقلابية تحمل حتى الرأي الآخر، فهنا لا يوجد جانبين متساويات. لكنك أشرت إلى قتل العميد في الشرطة دكتور، يعني من قتل هذا العميد؟ طيب نحن لو عينا للحيثيات القائم بها الشرطة أصدرت بيان وسحبته من الموقع بتاعها، حتى هي متخبطة في توجيه التهمة، وهو شخص واحد حتى الآن. الشرطة لم تستطيع أن تقول أن قتل مني ثلاثة أو أربعة. عرض الذين استشهدوا وقتلوا في هذه المظاهرات من 29 أكتوبر حتى الآن وصل 80 متظاهر في 3 شهور، يعني هو متظاهر كل يوم في 90 يوم قتل قرابة 80. من الشرطة قتل واحد وطعنا بالسكين، وهم ما قدروا يثبتوا من الذي طعنه. المتظاهرين كما قلت هم ناس يعني شباب، ما لا يحملون أي نوع من السلاح، كل اللي بيحملوه هو نظارات تغطية الأعين من البومبان، جوانتيات، حاجات بسيطة لصد البومبان. يعني أنا رأيت وأكرر بأم عيني إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدماغ. هذه الأجهزة نفسها هي أجهزة قمعية، وهي صممت لذلك، لقمع المتظاهرين من نظام عمر البشير السابق. فهي أجهزة هيئة العمليات، أعيد تفعيلها مرة أخرى، قام البرهان بتفعيلها الآن، وأصلا موجودة الميليشيات الدعم السريع، موجودة قوات الشرطة والاحتياط المركزي، فكلها أجهزة قامت وتقوم من أجل قمع المتظاهرين. العقلية ذاتها قائمة على العنف، وهم بيفتكروا بأن العنف ممكن يحسم المعرفة، وفات عليهم أن هؤلاء الشباب هم جيل مختلف من جيلنا، فهم مختلف، والدليل على ذلك أنه حتى الآن لم يستطيعوا أن يهزموهم. السلطة الإنقلابية قدرت تطوع أشياء كثيرة، المجتمع الدولي الإقليمي الأحزاب، تخلق نوع من الانشقاق في الأحزاب، لكن وقفت مكتوفة الأيدي أمام الشارع وأمام الشباب المتظاهرين.